اللي صار بعد الحرب انه انكسرت هوية المدينة، ذكرت المدينة وذكرت، لما نقول انكسرت ذكرت، احنا ما كنا عم ندافع عن الذاكرة على الماضي، كنا عم ندافع على الحاضر. لما بنقول ما تهبطوا بيروت القديمة، بيروت العثمانية، هبطوا كل بيروت العثمانية وخلوا بيروت طبعا الانتداب الفرنسي يلي حد سياحة النجمة والمعرض، يلي هي عمارة كولونيالية عملت بأيام الانتداب الفرنسي، ودمروا كل بيروت العثمانية، ما تبقى من بيروت العثمانية. بالانفجار لما مشيت بالشوارع على الإزاز حسيت حالي عم بمشي عيوني، مش لأنه مش هيدا صورة أدبية، فعلا كنت عم بمشي على عيوني. المحو شامل لدرجة إنه الواحد ما بقى يعرف وين هو، بيمشي بالشوارع في ضيع. أهم شيء ببيروت يلي ماتت إنه مش بس هي ماتت، بيروت أعلنت موت العرب، راحوا العرب، لأنه مش لأنه بيروت مهمة، لأنه بيروت مراية. بيروت كانت مراية العالم العربي، مراية المشرق العربي، وعكست إيجابياته وسلبياته. أحلى ما في المشرق العربي كان موجود ببيروت، الثقافة، وجود المثقفين العرب، مدينة الغربة العرب وغير العرب واللبنانية، لأن احنا كلنا غربة ببيروت. صرنا زمان عم نرسي بيروت، صار لها عاملين حفلة رساء عملياً من الحرب، بس عملياً فعلياً حفلة الرساء بلشت بتهبيط البلد القديم بمشروع إعادة الإعمار، ومن وقتها ونحن عم نبكي على المدينة.